تقع مدينة أرمناز في الشمال الشرقي من سوريا في محافظة إدلب، وتحيط بها العديد من القرى والبلدات التابعة لها إدارياً. وتميزت مدينة أرمناز بموقعها الجغرافي، إذ تقع بين جبلين وتطل على أرض زراعية خصبة التربة. وقد اختلف المؤرخون حول سبب تسمية مدينة أرمناز ومعناها. الحقيقة هناك أكثر من معلومة حول مصدر التسمية. ما هو شائع أن أرمناز تعني الحديقة الخضراء أو الجنة الخضراء، هكذا متداول. إنما الأصح الحقيقة كما ورد من أهل العلم والباحثين في المجال، وجدوا أن كلمة أرمناز هي مركبة من شقين أرم وناز. وكلمة ناز كما نلاحظ موجودة في كثير من المناطق، وتطلق عدة مسميات على قرى تحمل هذا المفرد، مثل تفتناز، جرجناز، ميزناز، إعزاز إلى آخره. فكلمة ناز هي بالأصل كلمة سريانية أصلها ناس، إنما حرف الزين حرف السين كان أساسا زين. وحتى معروف تاريخيا أن القرى والأماكن تكنى أو تسمى بالحاكم، يعني شعب فلان، قوم بني فلان، مثلا قوم عاد، قوم نوح، بني هاشم، بني كذا، فيطلق على شعب أو على منطقة أو على قرية نسبة إلى الشخص المؤثر الأهم، كان كحاكم أو كوالي أو خلافه. تعود مدينة أرمناز إلى عصور قديمة، حيث اتخذ الفينيقيون من أرمناز موطناً لهم، وتلاحقت العصور على المدينة من بعدهم. تعاقبت الحضارات الرومانية، وكما هو معروف كانت هذه المنطقة بحد ذاتها عبارة عن جزء من مثلث يتبع للحضارة الرومانية التي كانت تواجه الحضارة الفارسية بذلك العصر، وكانوا في حلبة صراع دائما بين الحضارة الفارسية والرومانية، فكانت هذا رأس هرم لمواجهة الحضارة الفارسية. خلفت العصور القديمة التي مرت على مدينة أرمناز معالم أثرية هامة داخل المدينة وخارجها، ولعل أبرزها المسجد الكبير والمصلبات والقناطر والأقنية الرومانية. وجود الجامع الكبير بأرمناز كما هو معروف الحقيقة كان بالأصل معبد يهودي، ثم كنيسة، ثم بعدها جاء الفتح الإسلامي فتحول المسجد، فتحولت الكنيسة إلى مسجد، وتشير آثار المسجد تماما إلى قدم هذا الصرح. أيضا ما يميز البلد حقيقة وجود الأقواس، أو نحن كما تسمى بالعامي الصيبات، الأقواس الحجرية، ومعروف البلد بالأحياء القديمة لا زالت موجودة إلى الآن، تحمل الحقيقة يعني دلائل كبيرة جدا على قدم هذه الحضارة. ووجود نقوش ورسوم على هذه تدل أيضا على قدم هذا العهد. عند زيارتك لمدينة أرمناز لابد لك إلا وأن تزور معامل الزجاج التي اشتهرت بها المدينة، وارتبط اسم أرمناز فيها كما خلفت العصور القديمة صناعة الفخار التي بقيت إلى يومنا هذا.
تشتهر أرمناز بصناعة الفخار. الفخار كان أساس عنا في البلد، من الأواني المنزلية تستخدم أكثرها للأواني المنزلية والتحف، وتشتهر كمان بصناعة الزجاج. الزجاج نفس الشيء للأواني المنزلية كالقجج والمطاربين والشرابات بيقولوا لين، ولا تقلي أو الإبريق أو الكاس، فيشتهروا بعمل هري ويصدروا لبرا ويجيهم موارد من وراء ذلك. أنا صلي 40 سنة بالمصلحة، ورثتها من أبوي، وأبوي ورثها من جدي، وأكثر من هيك في عزمان الفينيقيين كانوا يشتغلوا بالمصلحة، من عزمان الفينيقيين القديم. وبعدها نحن كانت شغلة يعني بدائية، يشتغلوا خابة وشربة وصحون وأباري شربات، بينما هلأ نحن اتطورنا، صرنا نشتغل مزهريات، صرنا نشتغل بيوت صينية، صرنا نشتغل كل أنواع الفخار حسب الطلب. بيجينا الطلب مثلا من طلب بدين من عن نوع بنشتغل من عن نوع، في غيرين بدين غير نوع بنشتغل لين هو، يعني كل الفخار أنواعه بنشتغله. بنجيب التراب من البرية من الأرض، بنرجع بنصوله مشان يروح البحص الشوائب منه، بنرجع بنصب فيه بيصير طين. الطين بننشفه، بعد ما ننشفه عالشمس يعني من لا ينشف، نرجع منحطه بمحل ومنندور نشتغل منه على العجاني، على كان قديم على الرجل، بدين يعملوه على الرجل، بينما هلا صار عنا اوائل، يعني اوائل على شو اسمه، يعني الفخار طاهر تراب، وبني ادم خلق من طين ومرجوعنا للطين. يعني هلا بيحطوا بالبلاستيك، بيحطوا بالهي، ما هو منيح طاول الازاز والفخار. بلدنا مشتهره بالازاز والفخار. اشتهرت مدينة أرمناز بطبيعتها الجميلة الساحرة وأراضيها الزراعية، وتميزت كغيرها من مدن وبلدات ريف إدلب بزراعة الزيتون وكثرة معاصره. تشتهر أرمناز كمحاصيل زراعية في الزيتون. أول شيء الزيتون يعني عمل إنه أساسي لكل أهل البلد، من أصحاب الأرزاق إلى العامل،
بيشتهر بالنسبة للمعاصر الموجودة عنا. من قديم الزمان عنا لا يتجاوز 10 مكنات غير آلية على الكتف، واستبدلت بالمكنات الحديثة حالياً، وعنا هلأ بحدود 6 أو 7 مكنات حديثة موجودة في أرمناز شغالة للعصر الزيتون. في حارات مدينة أرمناز القديمة تنتشر القناطر في الأزقة، وتتميز منازلها بقدمها وجمال عمرانها. والله لو دخلت على المسجد بتشوفوا قبة هيك، هذا غمس بيقولوا له غمس، ايوه على شكل قباب، وهذا من الناحية الهندسية كما يقال المهندسين بيقولوا انه من الناحية الهندسية القباب متينة لأنه ضغطه صفر، بينما هلا بدك يصبوا بده يحطوا له حديد، بده يحسبوا ايش قد وزنه، ايش قد بده يتحمل الحديد، ايش قد بده يكون تخانه الحديد. هالاشياء هاي ما كانت عباره عن هالقباب، هذا الحجر الغمس قبه هيك، فهالقبه تاخذ تستهلك كل الضغط وكل الاثقال. وكان في مثل قديم يقولوا عن الغمس، عن هاي البيوت الغمس، ايوه انه الغمس بيقول حملني ولا تدفعني، يعني لو على حجارة الغمس اللي عم هذا جيت دفعتها من تحت بيخرب البناء كله، اما انه تحملها من فوق ايش قد بتريد تحمل؟ قوية تحتمل لانه ضغطها موزع على كل الجهات بحيث انه يكون الضغط صفر. والله قديما كانوا البناء الطراز البناء عبارة عن ساحة ساحة في الدار، والبيوت مصطفة حوالي الساحة، وإذا واحد بده يزوج أحد من أولاده يفضي له غرفة، يزوج الثاني يفضي له غرفة. أيوة هلأ صارت كل البنايات مستقلة، كل مين بده يستقل بغرفة بدار بطابق بأي شيء، وبعده صارت البنايات فوق بعضها يعني عبارة عن حجارة أسمنتية للأعلى، بينما في السابق كانت هالفسحة هاي تعطي مساحة للاجتماع، تجتمع العائلة يبركوا يتسامروا. هلأ ما بقى في لا بركة ولا شيء، عبارة عن يعني حتى أحيانا واحد جاره وخاصة في المدن، يعني هون بأرمناز نوعا ما بيعرفوا بعضهم، في المدن جارك ما بتعرفه، تعرفوا هيك صباح الخير انت وريح الدرج او انت شيء. كانت العادات متآلفة مع البناء، البناء كان دار كبيرة وأرض دار كبيرة وكل الناس يجتمعوا فيها، مش قد بيريدوا يجون يا ضيوف أهلا وسهلا تفضلوا استريحوا كذا. هلأ خفت هالأشياء. عرف أهالي مدينة أرمناز بمحبة بعضهم، وخاصة الأجيال القديمة، حيث حمل السوق القديم قصصا متميزة تحكي عن الحب والوفاء. عنا سوق في أرمناز يشبه المدينة في حلب، يعني تعداد السوق أكثر من 100 دكان، وموجود فيه 100 رجل اللي بده يقوموا في البيع والشراء في هذا المحل.
فيعني يقال انه الحب لبعضهن كثير، وقت اللي انه واحد ما يستفتح يقول له روح لعند جاري عنده بضاعة احسن مني، يكون هو مستفتح وداخل عليه شو اسمه، فحب لبعضهن يقول له روح لجاري، روح لجاره، جاره يبيع ويشتري والله ييسر امره ويمشي الحال معين. لم تختلف كثيراً عادات مدينة أرمناز وتقاليد أهلها عن باقي المناطق، ولكن يحدثنا الأهالي هنا عن نسيان بعض هذه العادات بسبب ما تمر به المدينة من أحداث. والله العادات والتقاليد كانت في الماضي كانوا بالأعراس وبالأعياد اجتماعات كبيرة، وكان واحد يأبى إلا أنه يزور كل أقاربه وأصدقائه في العيد. هلأ في الوقت الحاضر خفت هالأشياء، خف اهتمام الناس، والحياة الحديثة أخذت الناس وأخذت وقتهم، كان وقتهم فراغ كتير فضوا بهالأشياء. هلأ كل إنسان مهتم بعمله برزقه بحياته، تغيرت شوي. غير العادات، كانت غير العادات الزيارات، كانوا العروس بأيام العرس ينزلوا على الحمام، وفي اليوم الثالث ينزلوا على الحمام ويحجزوا الحمام للعروس وللعريس، ويدعوا الأصدقاء لحفلة ولا خاروف، يذبحوا خاروف. هلأ خفت هالأشياء بما أنه الحياة الحديثة يعني أخذت الناس، أخذت من وقت الناس، أخذت من قيمة الناس. إن شاء الله تعالى الله يعيننا نحافظ على العادات القديمة اللي بتناسب مع التطور من هذا، والقديمة اللي عفى عليها الزمن بلا أحسن. تميزت مدينة أرمناز بكثرة شعرائها وأدبائها، حيث صدرت المدينة العديد من الشخصيات الأدبية والعلمية للمحافظات الأخرى والدول الخارجية. طبعا التعليم قديم، قديم في أرمناز، وخاصة طبعا نحكينا في مجال الطب، هناك أطباء مشهورين طبعا من أرمناز، ويعني أو أساتذة جامعات. طبعا هذا الكلام قديم جدا، بيوحي على أنه أرمناز عريقة في العلم، وليس دخيل على أرمناز بسبب وجود المدارس القديمة. وقبل المدارس كان هناك كتاتيب في المساجد يتعلمون العلم ويخرجون به خارج البلد وينقلونه إلى المنطقة الموجودة حولنا. طبعاً من الشعراء اللي كانوا بأرمناز الشاعر عبد القادر الأسود، فيها شعراء كثير، أيضاً في شاعر من أصدقائنا اسمه الشاعر عبد القادر الدروبي، كمان من الأدباء والشعراء المعروفين. هناك بعض الشعراء الذين تغنوا في أرمناز مثل الشاعر وجيه البارودي، الدكتور وجيه البارودي معروف، والشاعر وليد قنباز أيضا معروف، وقال قصيدة في أرمناز حيث قال: سألت الكون عن أفق، عن أفق عجيب السحر من أحلى طرازي، تهيم العين فيه بمعجزات وتهفو عنه في فتن عزازي. أجابت: وكيف تسألني جمالا أما تلقى النعيم بأرمنازي. فالشاعر زار أرمناز بعد الزيارات وألقى قصائد مدح في هذه البلدة العريقة والقديمة. ما عدت أملك أبياتا من الماسي، من فرط حسنك قد أعلنت إفلاسي. ما عاد في الشعر تجديد أجيء به حتى يوافي ما قد ضم إحساسي. عشق أتاني ولا غيري يحس به، عشقي لأرمناز وعشق الناس للناس. وجئت باسمك ألفا في مغازلتي، كأنه الرأس في صفحات كراسي.
لم يستطع شاعر إن رام يكتبه يأتي به طلقا من غير أقواسي. كل البلاد كزهر في حدائقه وأنت وحدك بستان من الآسي. جمالهن له حد يقاس به ووصف حسنك حر دون مقياس. وألمح الحبر أحيانا يغازلني إذا كتبتك رقصا فوق قرطاسي. إن القصيدة قد جفت جداولها ومورد الماء محمي بحراسي. أسير نحوك والأشواق تحملني يا ممسك الماء فارحم حامل الفاس. عند تجوالنا في محيط المدينة شدنا جمال هذه القرية التي يعتبرها أهالي مدينة أرمناز حياً من أحيائها، حيث امتازت قرية بياطس بطبيعتها الخلابة وطيبة سكانها. أهل القرية هنا يعتمدوا على الزراعة وعلى اليد العاملة وعلى محاصيل الزيتون تحديداً. في بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير، تربية المواشي، فيها عادة كتير جميلة لحد الآن ما زالت قائمة ومحافظين عليها أهل القرية. بيشاركوا الأفراح وبيشاركوا حزن بعضهم، وما بي ما بي الفرح إذا ما هو لحاله صاحب الفرح عفى الناس، والعزة إذا ما هو فك العزة ما عنا، نحن نضل مستمرين بالعزم. هاي من العادات الموجودة تفتخر ببعض القرى المجاورة. هالطبيعة الجميلة فرضت علينا البساطة والكرم، وشعب على الفطرة، شعب مسامح، شعب طيب، خلوق، عادات مكتسبة من الطبيعة. بزيارتنا لقرية بياطس التي يعتبرها أهالي مدينة أرمناز حي المدينة الغربية، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، الحلقة التي تعرفنا فيها على مدينة أرمناز، مدينة العراقة والأصالة. نلقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.